ينضم إلينا من كوفنتري في المملكة المتحدة مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. أستاذ رامي مرحبا بك معنا. بداية، ما تفاصيل هذا القصف الإسرائيلي والتصدي له من قبل الدفاعات الجوية السورية، وعن طبيعة الأهداف أيضا حدثنا أستاذ رامي. نعم، مساء الخير. على ما يبدو أن هذه الغارات نجحت بعكس الغارة التي كانت في بداية الشهر الجاري عندما استهدفت شخصية من الحرس الثوري الإيراني، ولكن على ما يبدو أنه تمكن من الخروج قبل الاستهداف. ولكن اليوم الغارات استهدفت مستودعين على الأقل للذخيرة تابعين للحرس الثوري الإيراني أو الميليشيات الموالية لإيران في قطعة عسكرية تابعة للنظام، أي داخل قطعة عسكرية تابعة للنظام، تقع على بعد بضع كيلومترات جنوب غرب مطار دمشق الدولي، أي جنوب العاصمة. حتى اللحظة المؤكد تدمير المستودعين، ولكن لا يوجد معلومات عن حجم الخسائر البشرية. نعم، هناك إسقاط صواريخ من قبل الدفاعات الجوية التابعة للنظام، ولكن هناك صواريخ كالعادة وصلت إلى أهدافها. وهذه الغارة على ما يبدو أنها حققت أهدافها مثل ما ذكرنا، بعكس الغارة التي كانت على محيط السيدة زينب في الأول من الشهر الجاري، التي أيضا يعني يعيد نفكر بأنها استهدفت قيادات في الحرس الثوري الإيراني كانوا متواجدين في تلك المنطقة، ولكن نجوا من تلك الغارة. طيب، ماذا عن حجم القصف هذه المرة أستاذ رامي؟ كيف يمكن تحديده؟ يعني هو القصف كالعادة، إسرائيل تستهدف بعدة صواريخ لكي تشتت الدفاعات الجوية التي تسقط للصواريخ، ولكن في النهاية بعض الصواريخ تصل إلى أهدافها، لأن النظام لا يتمكن من إسقاط كامل الصواريخ الإسرائيلية. لا يوجد غارة على الإطلاق تمكنت طائرات الدفاعات الجوية التابعة للنظام إسقاط كامل الصواريخ الإسرائيلية. قد تكون بعض الغارات تحققت أهدافها وغارات أخرى لم تحقق، لكن في النهاية هناك إسقاط لمعظم الصواريخ، ولكن الصواريخ تصل إلى أهدافها، وهذا ما تريده. من الواضح مصدر هذه الصواريخ، جاءت من البحر هذه المرة أستاذ رامي أم من أماكن أخرى؟ يعني لا إذا ما جاءت من البحر أو من فوق لبنان أو من الجولان السوري المحتل، ولكن تأتي من الجهة الغربية لسوريا ولا تأتي من الأردن على سبيل المثال، إما تأتي من جنوب لبنان أو تأتي من فوق لبنان أو تأتي من الجولان المحتل، ولكن إذا ما كانت من البحر لا نستطيع تأكيد هذا الأمر من نفيه. طيب، أنت أشرت ربما إلى بعض المصادر اللي تتحدث عن يعني الخسائر في المستودعين كلاهما، هل هناك أي معلومات عن حجم ربما الخسائر بشكل عام؟ بصرف النظر عن الخسائر البشرية قلت لا، أنك غير مؤكد منها، لأن بعض الأخبار ربما تتحدث حاليا أنه استهداف لشحنة معينة كانت وصلت خلال 24 ساعة الماضية من جانب إيران، يعني تتضمن مركبات صاروخية. نعم، شحنة وصلت من العراق بطائرة وصلت إلى مطار دمشق الدولي، ولكن نحن ما نستطيع تأكيده بأن هناك مستودعين على الأقل للذخيرة تابعين للحرس الثوري الإيراني يتواجدان في قطعة عسكرية تابعة للنظام وليست منطقة مستقلة تابعة للحرس الثوري الإيراني، جرى تدمير المستودعين. هل هناك أحد المستودعات جرى تفريغ فيها شحنة أسلحة وصلت من العراق عبر طائرة مثل ما يقال من يعني اللي تابع الحرس الثوري الإيراني؟ لا نستطيع تأكيد الأمر، ولكن ما نؤكده وتأخرنا بنشر الخبر لنعلم ما هي طريقة الأهداف التي استهدفتها إسرائيل. المؤكد لأن هناك تدمير مستودعات ذخيرة، هذا الأمر بشكل قطعي، لكن حجم الخسائر البشرية حتى اللحظة لا نستطيع التأكيد إذا ما كان هناك خسائر بشرية من عدمه. طيب أستاذ رامي، بعض المصادر خاصة الإسرائيلية تتحدث كذلك عن ربما قصف أو غارات طالت القنيطرة بجنوبي البلاد، ما مدى دقة هذا أيضا؟ دائما عندما يكون هناك إطلاق للدفاع صواريخ الدفاع الجوي يتشتت من يريد أن ينشر الخبر ويعتقد بأن كل منطقة يطلق منها صاروخ للدفاع الجوي هذه المنطقة استهدفت من قبل إسرائيل، مثل ما حصل عندما جرى استهداف حما، أطلقت صواريخ من طرطوس، أطلقت صواريخ من حمص، نشرت أخبار بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت طرطوس وحمص وحما. نعم، إذن شكرا جزيلا لك من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.